المزمور 27. لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم. المزمور 35. شهود زور يقومون، وعما لم أعلم يسألونني. إنجيل المسيح حسب البشير متى. الأصحاح 26. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا، ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا. ولكن أخيرا تقدم شاهدا زور وقالا: هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. سفر إشعياء 53. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. المزمور 38. وأما أنا فكأصم لا أسمع، وكأبكم لا يفتح فاه، وأكون مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه حجة. إنجيل المسيح حسب البشير متى. الأصحاح 26. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ إنجيل المسيح حسب البشير متى. الأصحاح 27. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء، فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. سفر إشعياء الأصحاح 50. بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسط. إنجيل المسيح حسب البشير مرقس. الأصحاح 15. وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جاثين على ركبهم.
إنجيل المسيح حسب البشير مرقس. الأصحاح الرابع عشر. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ، وكان الخدام يلطمونه. إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا. الأصحاح الثامن عشر. ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ المزمور التاسع والستون. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. مزمور 109. لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كذب، بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلات. وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا. الأصحاح الخامس عشر. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا، لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي، لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب. سفر إشعياء الأصحاح الثالث والخمسون. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. إنجيل المسيح حسب البشير متى. الأصحاح الثامن. ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين، فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم،
لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، الأصحاح الرابع: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الأصحاح الخامس عشر: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. سفر إشعياء أصحاح الثالث والخمسون: لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. إنجيل المسيح حسب البشير متى. الأصحاح السابع والعشرون: حينئذ صلب معه لصان، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. إنجيل المسيح حسب البشير مرقس. الأصحاح الخامس عشر: وصلبوا معه للصين، واحدا عن يمينه وآخر عن يساره. فتم الكتاب القائل: وأحصي مع أثمه. إنجيل المسيح حسب البشير لوقا. الأصحاح الثالث والعشرون: ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. مزمور الثاني والعشرون: لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا. الأصحاح العشرون: فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه، لا أؤمن. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا، وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. مزمور
الثاني والعشرون. أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به. إنجيل المسيح حسب البشير متى. الأصحاح السابع والعشرون. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال: أنا ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. إنجيل المسيح حسب البشير مرقس. الأصحاح الخامس عشر. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. واللذان صلبا معه كانا يعيرانه. المزمور 69. ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا. الأصحاح التاسع عشر. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. إنجيل المسيح حسب البشير متى. الأصحاح السابع والعشرون. أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب.
وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. مزمور 22. كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به. إنجيل المسيح حسب البشير متى. الأصحاح 27. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال: أنا ابن الله. مزمور 109. بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلات. سفر إشعياء أصحاح 53. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. إنجيل المسيح حسب البشير لوقا. الأصحاح 23. فقال يسوع: يا أبتاه، اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. سفر زكريا الأصحاح 12. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه، وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا. الأصحاح 19. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. مزمور 22. يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. إنجيل المسيح حسب البشير مرقس.
الأصحاح الخامس عشر. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، ماذا يأخذ كل واحد؟ إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا. الأصحاح التاسع عشر. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. المزمور الرابع والثلاثون. يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. سفر الخروج. الأصحاح الثاني عشر. في بيت واحد يؤكل، لا تخرج من اللحم من البيت إلى خارج، وعظما لا تكسر منه. إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا. الأصحاح التاسع عشر. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر منه. سفر إشعياء أصحاح الثالث والخمسون. وجعل مع الأشرار قبره، ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما، ولم يكن في فمه غش. إنجيل المسيح حسب البشير متى. الأصحاح السابع والعشرون. ولما كان المساء، جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع. فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي، ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. المزمور السادس عشر. لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. إنجيل المسيح حسب البشير متى.
الأصحاح السادس عشر. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. إنجيل المسيح حسب البشير لوقا. الأصحاح الرابع والعشرون. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا، فقال لهم: ما بالكم مضطربين، ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه. وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. المزمور 68. صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. إنجيل المسيح حسب البشير لوقا. الأصحاح الرابع والعشرون. وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا، ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء. أعمال الرسل. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم
بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.